طبعا الكابتن علاء حضر قبل كده معانا ماتشات فانت حافظ النظام. تمام. كابتن فتحي لعبت معانا قبل كده؟ حضرت. حضرت مره، حضرت ماتش واحد. حضرت كان مع مين؟ مع كابتن ايمن يونس وكسبني. وكابتن ايمن كسبك في السؤال الاخير تقريبا. السؤال الاخير. طيب انا تمام. فاكر. لا انا فاكر الماتش ده. انت لعبت ثلاث ماتشات. اخر ماتش كان بالفار. كسبت كم واحد فيه؟ والله كابتن انا لعبت كتير، لعبت خمسه و كسبت ثلاثة. كسبت ثلاثة. كان الكابتن عبد الحميد بسيوني معايا لما ابهرني بالاجابات. وانت شككت في تسريب طبعًا, طبعا طبعا طبعا. وانا اكدت لك ده مستحيل. والله يا جماعه مستحيل. والله لا مستحيل. جاوب على اسئله انا لو قعدت اراها. احنا بنتغلب لازم نقول كده كالعاده. برافو عليك. الحكم اصله ظلمنا. لازم الحجج. طيب مباشرة السؤال الأول. دي طبعا مباراة في كأس العالم. السؤال: متى كانت أول مشاركة لمصر في كأس العالم؟ اللي عارف يدوس. أول مشاركة لمصر في كأس العالم. ها أدي اختيارها. عندك إجابة؟ اللي عنده اجابه يدوس. عندك اجابه؟ ما عندكش اجابه. اتفضل. سنه 34. 34 انت كنت عارفها كويس. طب استنيت ليه؟ لان كان ممكن يدوس قبليه. انا دوست انا الاول. يعني انت اجابتك ايه؟ سنه 34 وكانت المشاركه 16 فريق كان منتخب مصر فيهم، وكانت الفاينل ايطاليا وتشيكوسلوفاكيا، وايطاليا يمكن متذكر كسبت 2-1 في هذه البطوله. برافو عليك. يبقى كده أول درجة للكابتن فتحي، مبروك. اللي بعد. طيب احنا عرفنا ان أول مشاركة لمصر كانت 34. السؤال اللي بعده: كم عدد الفرق التي شاركت في مونديال 1934؟ في ايه؟ طيب معلش ادخل الباص هنا يا جماعه. اتفضل يا كابتن. هو جاوبها. هو جاوبها. قالك ب 16 فريق. قال. طبعا. هي كام يعني؟ هي 16 فريق. 16 فريق. كان 4 و16. برافو عليك. انا قاعد مركز. انا جاوبت لك انا. هو قال لك 16 فريق. طب بما ان انت اخذت الاجابه دي من كلامه. امتى بقوا 24 فريق؟ في الثمانينات كان دار اولمبيا كانت 84. 82. 82 صح كده؟ استاذ. لا استاذ. طب هسال سؤال بره الدرجه. انتوا بقيت 1-1. تمام. اول كاس عالم استخدم فيه الكروت الحمراء والصفراء. اول كاس عالم استخدم فيه الكروت الصفراء والحمراء. قلت كده. لو حد جاوب هديله درجه استثناء بره هنا. طب ادي ثلاث اختيارات. طب هو ادينا الاختيارات. عايز تقول حاجه؟ اتفضل. لا ادينا الاختيارات. اديكوا اختيارات طبعا. هل سنه 70 74 78؟ الكروت الحمراء والصفراء. اول مره تم استخدام الكروت الصفراء والحمراء في كاس العالم. في كاس عالم. بس لو ما حدش لو قالها غلط مش هتخصم منه حاجه. ده حاجات استثنائيه صح؟ اللي انت عايزه. باشا اهو. اتفضل. 74. 74 ده مش مظبوط. خلاص يتبقى 70 و 78. لحظه واحده. 70 و 78 لو ليك رغبه ثانيه واحده. طب اتفضل. لو ليك رغبه تجاوب هتاخد درجه، لو قلت غلط هشيل الدرجه بتاعتك. يا خبر ابيض. ده حاطيني تحت ضغط. ما هو ده خلاص هتفضل اختيارين. انا بقول 70. لا مش بتقول دوس. ودي عشان دي ده مستقبل فرقه كده. سنه 70. سنه 70. برافو عليك. ادي للكابتن درجه. ده كان شروطنا في الموضوع. وعلى فكره بالمناسبه ده كان حكم انجليزي كان راكب عربيته في انجلترا وماشي بالعربيه، فجت الاشاره حمراء وقف فبص على الثلاث لمط احمر واصفر واخضر. فجت له الفكره فعرضها على الاتحاد الانجليزي اللي هو حلوه قوي. فبقت اقتراح الاتحاد الدولي تم تطبيق. دي معلومه حلوه قوي على فكره. طب ولو الاخضر ايه بقى؟ الاخضر مفيش بقى. الاخضر سماح بقى. خد الاحمر واصفر نقطه ولا حاجه. خد الاحمر واصفر نص جول ولا حاجه. طيب بقينا 2-1. اللي بعده.
زي ما بقول لحضراتكم 500 سؤال بقلبهم على طول عشان احاول احفظكم اي معلومه. سؤال ده انا قلته قبل كده، ما هي جنسيه مخترع البيانو؟ جنسيه مخترع البيانو، مفيش اجابه ادي اختيارات. اتفضل. ايطالي. ايطالي، برافو عليك. انت عرفتها من البرنامج ولا عارفها من بره؟ لا 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 عارف انا، اصلي عندي عنده بيانو. لا 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 والله صحيح عندي. واخده من حماتي يعني البيانو. هي يعني ميد ان ايطاليا. اوكي. فعندي درايه يعني، وبحاول اعلم الاحفاد دلوقتي عليهم ما شاء الله. لا موسيقار. طب لو قلت لي مين مخترعه بقى هتبقى في السواد. ما وصلتش للمرحله دي. طب ادي اختيارات وعليها درجه. النهارده بنعمل اوكازيون اهو. ادي اختيارات ونعمل عليها درجه. هدي ثلاث اختيارات تساعدوا انتوا الاثنين. ماشي. هدي ثلاث اسماء. ماشي كده ثلاث اسماء. لانه يعني معلم معاه شويه اقول لك. ماشي ثلاث اختيارات. لما تكتب تكتب ايه؟ طيب. قول لي الاول اني او الثاني او الثالث. لان انت الثلاثه لا انا اعرفهم ولا حد فينا عارفهم. هل هو لوميو كريست، لوميو خريست، لوميو بريست؟ يبقى خريست ولا كريست ولا بريست؟ خريست، كريست، بريست. فضل. كريست. كريست بالكاف. 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 ده مش مظبوط. لوميو ايه؟ كريست. كريست بالكاف مش خريست. كريست. كريست ولا بريست؟ كريست. برافو عليك. والله العظيم دي هي بتيجي من عند ربنا سبحانه وتعالى والله بجد. هو لوميو كريست الايطالي هو مخترع البيانو. بينا كده كام يا جماعه؟ لمين؟ كابتن فتحي 3، كابتن علاء 2. بيتكلم على السفينة، ما هي مقياس او ما هو مقياس سرعة السفن؟ اتفضل. العقدة. العقدة طبعا. برافو عليك. ده ما ادانيش فرصة اعمل كده. ما شاء الله ده النهاردة جاي عشان بحب الصيد اصلا. عشان بحب الصيد. شوف الكابتن علاء فاهم. بحب الصيد. عشان بحب الصيد والسفن دايما العقدة هي اللي بتقيس سرعة السفينة يعني. بالظبط بالظبط. بقينا 4-2. اللي بعده. رايحين للنبي الغالي هنية الكم عبالي. الله عقبالنا كلنا يا رب. يا رب يا رب ان شاء الله. طيب متى تم تحويل القبلة من بيت المقدس الى الكعبة المشرفة؟ لو مش عارفين ندي اختيارات. ندي اختيارات. السنة الاولى للهجرة، السنة الثانية للهجرة، السنة الثالثة للهجرة. أولى، ثانية، ثالثة. اتفضل. ثانية. السنة الثانية للهجرة. ايوه نفسي اسمعها بقى. نفسي اسمعها بقى. كان في شهر رجب. في شهر رجب. شهر رجب. برافو عليك. برافو عليك. بقينا ما شاء الله النهارده مستوى عالي جدا. ولا في نص شعبان؟ والله اكيد. طيب بيقولوا لي في نص شعبان ما يجراش حاجه. المهم ايه، نخسر منه نقطه؟ لا معلش نخسر منه نقطه. ما هو ما كانتش النقطه عنده اساسا. بقينا 4-3. اللي بعد الالماس. والله السؤال ده انا قلته كتير عشان احفظ حضراتكم في البيوت. كم عدد الاحبال الصوتيه في جسم الانسان؟ اتفضل. انت سالتولي انا. والله حظك بقى، حظك. اتفضل. 4. برافو عليك. اول بقى سالت كتير. طب ما خلاص حافظ اهو. انا نفسي الناس في البيوت تحفظ ان شاء الله يا ربي. معلومتين. وقعدنا في حوار 2 شغالين و2 صمتين. ايوه ايوه. 4 احبال، 2 شغالين و2 صمتين. استاذ يبقى كده 4-4. خش على المنتدى. 100 ونفضها. تحب ام كلثوم؟ جدا. شوف الست دي في مرة كانت بتغني من قوة صوتها وهي بتقف على بعد حوالي متر وشوية من المايك. المايك الكربون فرقع من قوة ذبذبات صوتها. ولما ماتت طبعا كان أحمد رامي رحمة الله عليه بيعشقها. فبعد ما توفت قال: ما جال في خاطري أني سأرثيها بعد الذي صغت من أشجى أغانيها، قد كنت أسمعها تجدو فتطربني، واليوم اسمعها ابكي وابكيها. يا جماله. لا احمد شوف الجمال. يا جمال. شوف اولا شوف الجمال بتاع الاجيال دي. الكلمه والصوت.
واللحن طبعا. طيب انتوا سمعتوا كده ام كلثوم مش كده برضو بتقول يا ايه يا نيل؟ السؤال عن نهر النيل، من اين ينبع نهر النيل؟ ممكن ادي ثلاث اختيارات. اتفضل. اوغندا طبعا. اوغندا طبعا. برافو عليك. انت قلت فعلا بس ما دوستش. انا قلت اوغندا بس ما دوستش. ما الحال خلي بالك، ما هو التوافق العضلي العصبي. انا عندي روح رياضيه ممكن ارجع تاني. يبقى اعمل الباسكت. لا المصب فعلا، مصب النيل فعلا منبع منبع النيل اوغندا. بيصب عندنا بقى لكن هو بينبع من اوغندا. اوغندا بالظبط كده. مره واحد صديقي كان هنا سالت فقال لك من جزر القمر. ده والله قلت له ده عبال ما يجي هنا يكون جزر مالكش من معادي. غريبه. طيب. جزر القمر. بقينا 4-5 اللي بعده. ايه الحيوان اللي على الشاشه ده؟ ده ثعلب. ثعلب. ثعلب جليد. ثعلب جليد. هو مش ده السؤال. كنت تدوس. كنت عايز تدوس. يا ثعلب. ثعلب بس مش عارف. لسه كنت هدوس. طيب ماذا يطلق على صوت الثعلب؟ يعني الاسد زئير، القطه مواء، مش كده برضو؟ عواء. اصل بره مستعجل. عايز عايز تدوس دوس. انت حر. بس بره كابتن. انت حر بره كابتن. بنتكلم على السؤال ده بره على الصوت على الثعلب. وقال لك لا لا على صوت تاني. فقال لك القطه نيو نيو. طب الكلب ما قدرتش اقول. القطه مواء. طيب هدي ثلاث اختيارات. بنتكلم على صوت ايه؟ الذئب. لا الثعلب. الثعلب. الثعلب فات فات. اوكي. الثعلب هل صوته رباح ولا دباح بالضاد ولا صباح بالصاد؟ تاني. رباح بالره، ضباح بالضاد، صباح بالصاد. يبقى بالره ولا بالضاد ولا بالصاد؟ اي واحد يدوس. انا ادوس بالضاد. بالضاد. تبقى ايه انطقها كده؟ ضباح. لا انطقها كده الضباح. ضباح. برافو عليك. هي فعلا ضباح. بقينا 5-5. اللي جاي ده أغنية. أوكي. أوعى. لا مش فريد القطر. أغنية لصوت من أجمل الأصوات كان بيسموها قيثارة السماء أعتقد. نجاة الصغيرة. نجاة. مش عارف هي بيسموها قيثار سماء ولا الثانيه فيروز. اعتقد فيروز الثانيه. اوكي لكن هي بالنسبه لنا قيثاره نجاة الصغير. في كلمه احنا مسكتينها، اللي يعرف الكلمه اثناء الغنى يدوس يحجز. واضحه يا كابتن علاء؟ بعدين ندوس. لا انت بس دي معروفه. دي معروفه والله. انت بتغني احجز. انا قلت. انا قلت. انا قلت انت اتاخرت بقى نعمل لك ايه. انا قلت قبل السؤال اللي يعرف اثناء الاغنيه يحجز. انا قلت اللي فات بس وحياتي اللي فات واصبح اقعدوا غنوا انتوا ولا اصبح ايه بقى ذكريات. عمري ما حبيت غيرك انت. تمنيت غيرك انت. غيرك انت بس سهل اصلها. سهل بس استنى لغايه ما الاغنيه تخلص. بقينا 6-5. اخر سؤال اللي جاي جاوبت تتعادلوا اقول سؤال فاصل. جاوبت مبروك. لا 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 مبروك عليه. لا مبروك عليه. لا لسه هو هو فتح مبروك اصلا. الراجل متنازل. السؤال اللي جاي في قوه الملاحظه. هتشوفوا لقطه من مباراه هتركزوا قوي في الصوره لان السؤال مرتبط بقوه الملاحظه بتاعتك. واضح كده الكلام؟ واضح. يلا يا سيدي. يمين تريتشتيجن اتكيف وانت كمان يا حبيبي اتكيف. رئيس النادي طبعا هيتجنن. الراجل هيتجنن. حلوه 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 حلوه. 3-1. ريحوا العوده. ريحوا العوده. حلوه 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 حلوه. جمال مفيش اجمل من كده. جمال. طيب هو طبعا زميلنا محمد القاضي مختص بهذه الفقره بتاعت قوه الملاحظه فجاب هدف لأسينسيو باعتبار ان أسينسيو خلاص هيسيب ريال مدريد فاحنا بنحيي أسينسيو من هنا. السؤال انتوا ركزتوا قوي قوي قوي. بس الجون اللي جابه أسينسيو جابه في مين؟ في تريتشتيجن. مظبوط حارس مرمى برشلونه.
كان الجوانتي بتاعه لونه ايه؟ بتاع اسينسيو؟ بتاع لا اسينسيو ده مش بتاع تريتشيجن اللي هو كان اه اخضر على فسفوري كده فسفوري اه برافو عليك وريهولنا يا احمد قوت ملاحظه رائعه انت ركزت في ايه امال يا كوتش لا انا ركزت بصراحه ما ركزتش في الجوانتي خالص ولا ارقام فانيلات بتاع مين جاب الجون الكلام ده كله انا قلت الهجمه كانت كام ضد كام انا قلت يعني اعلانات بتقولت مش هنقول اعلانات فهي يعني ما قدمهاش غير كده طيب كده بقينا 6-6 ده سؤال فاصل قلته كتير قوي كم جهزوا ايديكم انتوا الاثنين بقى ماشي لان اللي هيقول السؤال ده صح هو اللي هيكسب كم حط ايدك جنب الباز عشان هو مجهز ايده جنب الباز اهو ايوه كده كم عدد الافلام التي مثلها نجيب الريحاني ادي اختيارات لو مش عارفين اختيارات جاهزين 6-8-10 10 ده مش مظبوط يتبقى 6 و8 جاوبت صح مبروك عليك جاوبت غلط هشيل منك درجة هيبقى هو الكسبان فاضل يعني هي القواعد كده هي القواعد هي القواعد كده ما جاوبتش هتسأل واحد تاني اللي جاوب جاوبت صح مبروك عليك جاوبت غلط اشيل منك درجة هيبقى هو 6 وانت 5 هو قال هيقولت 10 مش كده يتبقى 6 و8 اتفضل دوس الاول اتفضل فاضل 6 و8 اتفضل يعني هو يغلط ولا لا ما هو عادي ما خلاص طلع بره اللعبه انا سميت كده ان شاء الله كده خير امور الوسط 8 8 اه مبروك عليك هم 6 افلام فقط ست. لا لا هو لا معذور يقول 8 لانه ما شاء الله نجيب الريحاني كان ملء الاسماء طبعا يعني 6 افلام إيه؟ ست على الزيطه دي كلها 6 افلام 6 افلام ده قليله قوي 6 افلام ده قليله قوي اذا فاز هديك حاجه كمان كابتن فتحي مبروك هنقسم انا وانت يا كابتن عائش لا دي ممضيه دي يا كوتش اوعى تضيع لا ما انا دي مروزه بس هديك من اللي معايا بس القانون لعبه غريبه قوي 6-5 اتحدش عليك النهارده كام يا جماعه؟ النهارده 17 بنعمل بتاريخ الحلقه 16/6/2022 ميلاديا ومنضية هي كوتش شاكرين يا كابتن شاكرين يا كابتن ده الواحد لو يا ريت تدعوني كل يوم كابتن علاء شرفت الله يخليك يا كابتن شاكرين يا كابتن علاء والله ده انا مبسوط ان معايا جدا مع كابتن مدحت شرفت ونورت ربنا يخليك كابتن والله بجد برنامج جميل وشيق ربنا يخليك وممتع والله بجد وانا سعيد اني معاك كابتن علاء برضه حبايب الناس اللي بحبها واحترمها جدا جدا ربنا يخليك يا كوتش فاكر موضوع السكينه ولا مش فاكره؟ ايه ده؟ فاكر موضوع السكينة؟ نقولها بعد كده بقى مادام سكينة بالليل هتبقى صعبة شوية شوف حضراتكم بمشيئة الرحمن الثلاثاء القادم أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته